جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أنا امرأة كبيرة في السن وعندي أولاد وبنات كلهم متزوجون، وعندي حلي ذهب وقيمته تعادل من 3 إلى 4 آلاف ريال، وقد قررت أن أبيع هذا الحلي لأنني لست بحاجة إلى التجمد به، وأن أضع قيمته في أعمال البر لوالدتي المتوفاة. لكن قيل لي إنه لا يجوز التصرف فيما يملكه الشخص، بل يتركه لورثته، علما بأن ورثتي ليسوا بحاجة إلى مالي أو لما تركت من بعدي. فما رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. الإنسان ما دام على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة فإنه يتصرف في ماله ولا حجر عليه في ذلك، التصرف الذي يكون فيه مصلحة له في دينه وفي دنياه ولا يمنع من ذلك، وله بل يستحب له أن يتصدق وأن يعمل أعمال البر وأن يوقف من أمواله في وجوه البر ما ينفعه بعد موته. الإنسان ما دام أنه على قيد الحياة وأنه في صحة من بدنه وعقله فإنه يستحب له أن يقدم لنفسه. فهذه المرأة التي تسأل عن بيع حلية وجعل ثمنه في وجه من وجوه البر والإحسان، هذا عمل طيب ولا مانع من ذلك، والذين قالوا لها ذلك غالطون، إنما هذا في حق الميت. الإنسان إذا حضره الموت لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث فأقل، بأن يوصي بالثلث فأقل من ماله بعد موته يجعل في وجوه الخير ليستمر نفعه له، هذا في من حضره الموت أو من كان مريضا مرضا مخوفا، فإنه ليس له إلا التصرف في الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فإنه يكون للورثة. نعم.